يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلمت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا الكرام، انتظرونا في شهر رمضان المبارك مع برنامجنا المميز نجوم من الصحابة، حيث ستستمعون في كل يوم لقصة صحابي جليل، والواجب عليكم أن تعرفوا من هو هذا الصحابي الجليل. ننتظر مشاركتكم بكل الحب على قناة نور شو على اليوتيوب. الدين والقرآن.